بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، ضيفنا الدكتور إبراهيم الصالح مدير عام بيت الزكاة، ويسعدنا أن نجري هذا الحوار معه. مساء الخير دكتور. يا هلا. شكرا لاستضافتك لنا في بيت الزكاة لإجراء هذا الحوار مع حضرتك. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم، حياكم الله. دكتور، بعد مضي أكثر من 30 عام على تأسيس بيت الزكاة، كيف تنظر لمسيرة بيت الزكاة؟ بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحقيقة يعني اللي قام بهذا المشروع هو يعني أهل الكويت. في سنة 82 قدم هذا المشروع لمجلس الأمة ووافق عليه مجلس الأمة وصدر المرسوم. هذا الحقيقة العمل الخيري اللي الآن احنا نعمل فيه، عمل صار له ما يقارب من 30 سنة من العطاء. الحقيقة رفع مستوى عوائل كثيرة في المعيشة. أجر هؤلاء الناس اللي أخذوا هالصدقات وأخذوا هالزكوات كله يعود لمن أسس هذا العمل. العمل الحقيقة عمل خيري. أهل الكويت كلهم ساهموا فيه، من محسنينهم ومن حتى الفقراء اللي احتاجوا هذه المبالغ. يعني احنا أخذنا، صارت لأهل الكويت مكان يضعون فيه أموالهم الزكوية والصدقات لإعطائها لفقراء أهل الكويت. إحنا الحقيقة تبرعاتنا اللي يعطونا إياها أهل الكويت كلها لأهل الكويت إلا المشروطة، فتنفق الحقيقة زكوات أهل الكويت لأهل الكويت. يعني أنت حققت الفلسفة مالت بيت الزكاة أنك تأخذ من المقتدر إلى المحتاج. نعم، إحنا نأخذ من المحسن. والحقيقة يعني ترى المحسن بوبريس ينتظر من زمان منا هذا الشيء. نعم. أهل الكويت في بعضهم أغنياء معارفين يودي زكاته. نعم. يبي مكان يثق فيه. نعم. يبي مكان يشعر بالأمان. نعم. حقيقة بيت الزكاة رقاباتها كثيرة، رقابات مجلس الأمة، رقابة من ديوان المحاسبة، رقابة من وزارة المالية، مما يطمئن كل محسن إن زكاته وصدقاته تروح لأهلها صح. وإحنا لا تنسى إحنا موظفين حكومة. نعم. يعني رواتبنا على الحكومة. نعم. وهذه مما يجعل الصدقة 100% تروح للفقراء والمساكين. نعم. أنت حين نتكلم عن 30 عام من تأسيس بيت الزكاة. نعم. وحضرتك تقول أن الفلسفة تحققت، إذا شو تفسر الشكاوي اليومية في الصحف وطلبات المساعدات والاحتياجات؟ لو أن يعني لو أن أنفق من أموال المقتدر للمحتاج، ما تعتقد النهاية كانت ممكن تخف؟ ما في شك، لو كل من يعني يكون عليه الزكاة يوصلها لبيت الزكاة، أعتقد أن إحنا نغطي شريحة كبيرة. الآن إحنا نغطي شريحة، لكن صراحة مو مستوعبينها كلها حقيقة. يعني ما زال يعني احنا بعدين الفقر بالكويت ترى نسبي، مو فقر يعني معدوم. يعني ما في احد بالكويت يموت جوع، ما في احد بالكويت ما عنده سكن يأويه، ما عنده. لكن احنا غير، احنا بالكويت يعني نبي نربي عيالنا احسن تربية، نبي ندرسهم احسن تدريس، نبي نعالجهم احسن علاج الحقيقة، يعني سواء الكويتي او غير الكويتي. لذلك يسعى الحقيقة كل غير كويتي إنه يدرس عياله، بس تعرف حاجة التدريس يعني مهما كان اللي عنده 3 و4 ما يقدر عليها. فلذلك يعني مثل ما قلت لك أبو فارس، إحنا الفقر عندنا مو فقر معدوم، فقر نسبي. يعني الفقير يشعر بالأمان، يشعر الحمد لله في الأكل، أنه متواجد عند الأكل، عند السكن، عند، لكن يحتاج إلى تدريس، يحتاج إلى سيارة مثلا. نعم. توصل عيالة، تجيب عيالة، تعرف يعني حياة كريمة، مثل يعني فيها شوية من 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 الستر. دكتور، الحياة الكريمة اللي تحدثت فيها،
تخليني أقود نفسي إلى سؤال الأسر الكويتية المتعففة. نعم. الذين تحسبهم أغنياء من التعفف. نعم. قدرت توصل لهم؟ حقيقة هذه قاعد نعانيها. قاعد نعانيها تماما. شلون تعانون؟ يعني إحنا الحقيقة الأسر المتعففة من الصعب إنك تعرفها. لكن إحنا وصلنا إلى جزء يعني مو بالقليل لكن مو بالشيء اللي مطلوب اللي إحنا نبيه. يعني الأسر المتعففة بالكويت لا يمكن تبين لك هذا الشيء. وهذه مشكلة الحقيقة. إحنا الحقيقة يعني من فترة خاطبنا وزارة التربية حق الخدمة الاجتماعية ممكن يتحسسون أن الابن مثلا يشعرون فيه أن هذه عائلة يعني فقيرة ولا كذا. حاولنا بعض الزيارات للمختارين المناطق بحيث أن نتحسس. الحقيقة المشروع هذا مشروع مهم جدا لكن ترى دقيق. يعني المتعفف ما يبي أحد يدري عنه لذلك ما يجيك. لما يضمن أنت ليش ما توصل؟ لما يضمن إحنا ممكن نوصل له لكن لما يضمن نعم. سرية المعلومة نعم. أنها ما تطلع نعم. وأنا أقول لك إياها حقيقة يعني نعم. عندنا السرية 100% ما في أحد يطلع عليها نعم. إلا الباحث واللجنة نعم. المختصة من 3 أو 4 أشخاص بس هذول اللي يطلعون ولا يحق لأي شخص في بيت زكاة أنه يطلع على هذا الملف أو هذا أو هذه المعلومات للمتعفف. لكن مع ذلك ترى الصعوبة الحقيقة أنك توصل إلى المتعفف. لكن إن شاء الله بحيل الله سبحانه وتعالى إحنا طبعا هذه وصية أهل الكويت كلهم ديروا بالكم على المتعففين. وأولهم إذا تذكر أن الشيخ الله يرحمه جابر الأحمد نعم. كان يوصي على هذا التوصية نعم. وأظن يعني وصى أكثر من شخص نعم. بالمتعففين نعم. إحنا الحقيقة نسعى ونصل يعني قاعدين الآن نصل إلى بعض الأسماء تبي الصراحة نعم. لكن مثل ما قلت لك ما غطينا الشريحة كلها نعم. ونتمنى إلا الآن اللي يسمعني نتمنى ترى يا أخواني ترى إحنا معلوماتنا وممكن يتصلون فيني المتعفف ممكن يتصلون فيني شخصي أو عن طريق أي شخص أنا أضمن له سرية المعلومة وسرية البيانات. دكتور إبراهيم كم قيمة الزكاة اللي تحصلونها كل سنة من الكويت؟ إحنا الحقيقة تقريبا من 45 إلى 50 مليون سنويا. إيه هالسنة حصلنا الحمد لله إلى هل يعني إلى قبل أسبوع من أول السنة السنة الميلادية حصلنا بس زكاة أهل الكويت مو طبعا من اللي هي قانون الزكاة أو المعونة من وزارة المالية حصلنا 22 مليون مقارنة بالعام الماضي كانت 16 مليون يعني فيها نسبة كبيرة الحمد لله اللي هي الزكاة اللي هي 2.5% 2.5% نعم. من أهل الخير من أهل الخير والشركات. طيب من خبرة حضرتك إيه 22 مليون دينار تتلائم مع حجم الأثرياء في الكويت؟ لا طبعا لا بس أهل الكويت عندهم يعني أنا ظني الجمعيات الخيرية موجودة في الكويت الحقيقة في كل مكان يمكن في كل منطقة أكثر من جمعية خيرية. بعض أهل الكويت يعني عندهم أقاربهم يعني يحبون هم اللي يتصدقون لهم. بعض أهل الكويت يحبون بنفسهم يأخذونها ويودونها برا. أنا أعرف بعض الأغنياء يأخذون أموالهم ويطلعون فيها يوزعونها. هي متنوعة الحقيقة هي مو مشروطة أن الواحد يبيع بيت الزكاة لكن إحنا نحصل منها بس مو المبلغ الحقيقي اللي يعني موجود. أنت أفهم كلامك أن هناك منافذ أخرى في الكويت ممكن تجمع زكاة بنفس شروط الأمنة بنفس الأمان اللي عندكم؟ الحقيقة طبعا هي ثقة أي. بس رقابة ما عليها رقابة إلا من وزارة الشؤون نعم. ورقابة يمكن ما تكون يعني مثل رقابة بيت الزكاة. رقابة بيت الزكاة عن طريق مجلس الأمة عن طريق ديوان المحاسبة يعني مراحل كثيرة حتى شركات التدقيق احنا عندنا شركة داخلية نعم. تدقق على يعني كل حساباتنا وكذا. رقابة بيت الزكاة رقابة كبيرة نعم. ومشددة. اللي يقدم زكاة لكم دكتور هل يشترط عليكم أشياء معينة؟
بعضهم يشترطون خاصة لخارج الكويت، يعني يشترط أنه يبني مسجد في سنغافورة مثلا، يبي يبني مسجد في مثلا في بنغلاديش. يبني مسجد في مصر وتحقق رغبته ونحقق رغبته الحقيقة. نعم. وطبعا عن طريق وزارة الخارجية. نعم. يعني احنا بتعاون مع وزارة الخارجية، كل مبالغنا بالتعاون مع وزارة الخارجية، كل ما يطلع من بيت الزكاة لخارج الكويت هو عن طريق وزارة الخارجية. والحقيقة يعني من خلال هذا البرنامج أنا أشكر وزارة الخارجية والقائمين عليها بهذه سرعة الاستجابة وسرعة التنفيذ وسرعة الفهم صراحة يعني. نعم. عارفين شغلهم تب الصراحة يعني، وبعدين عندهم السرية التامة. نعم. يعني تعجبني في وزارة الخارجية السرية اللي عندها، سرية يعني يعني احنا نعطي المبلغ ويروح المبلغ ويوصل وكذا، يعني الحمد لله يعني وزارة الخارجية من الوزارات الحقيقة المترتبة. انت تقول الان ان بيت الزكاة في رقابة وفي محاسبة وفي ديوان محاسبة، طيب كل هالشروط الموجودة فيه او كل هالاجراءات الموجودة فيه، ورغم هذا في ناس تقدم زكاتها لجهات اخرى، شو تفسر هذا؟ الحقيقة تعرف الناس تنوع والناس طمأنينة، يعني مثلا في ناس مثلا عندهم أقارب في جمعيات خيرية، عندهم أهلهم في جمعيات خيرية يعني، وكل يوصل لأهله، كل يوصل لأصحابه، هذه هي القصة بس. لكن ولا تنسى أن جمعياتنا الحقيقة جمعيات ثقة، يعني أنا أقول لك إياها حقيقة، يعني جمعياتنا ملتزمة بالقوانين وأنظمة البلد، ماشية في النظام الصح، حتى هي تعاونها مع وزارة الخارجية، تعاونها حتى مع بيت الزكاة. نعم. الحقيقة يعني إحنا متعاونين، عندنا تعاون كبير مع الجمعيات الخيرية. الزكاة بعد ما تأخذون أموال الناس أنتم تقدمونها لمن؟ طبعا إحنا الزكاة الغير مشروطة تقدم لأهل الكويت، كل الزكاة للقائمين في الكويت سواء كويتيين أو غير كويتيين. نعم. طبعا عندنا شرائح اللي هي مثل كبار السن، عندنا مطلقات، عندنا أرامل، عندنا سجناء، عندنا كذا. كيف تحددوا زكاتهم؟ كيف قصدي؟ هذه عن طريق اللجنة، عن طريق الباحث. ايه؟ الباحث عنده معايير معينة. ايه؟ يطبقها على الحالة. نعم. وينتج عنده بحساب معين، ينتج عنده كم تستحق هذه العائلة. احنا ما نعطي العائلة، يعني اقول لك اياها بكل صدق، يعني احنا مو يعني نعطي العائلة المبلغ 100% اللي يعيشها عن طريقنا احنا، لا، احنا نساهم في رفع شوي المعاناة. يعني احنا يمكن احنا نساهم في مع العائلة 25-30%. نعم. يعني العائلة تغطي 70% من رواتبه، وهذا يعني يمكن يصير عنده قصور شوية ولا كذا، لكن احنا نساهم 100% في رفع مستوى المعيشي المطلوب للعوائل اللي داخل الكويت سواء الكويتي او غير كويتي، هذا لا ما نقدر الحقيقة. دكتور انت عندكم نشاط في الخارج صح؟ نعم. لما تقول انا عندي نشاط في الخارج معناها انك انت استطعت ان تغطي كل محتاج في الكويت، ومن ثم المال الزايد استثمرته في الخارج صح؟ لا مو المال الزايد، كل مال مشروط خارج الكويت بس. أما اللي داخل الكويت، أما غير مشروط هو داخل الكويت. يعني لو جاي واحد لي وقال لي هذه 100,000 أدل هي زكاة. نعم. وما شرط عليها داخل الكويت، أنفقها داخل يعني الكويت. يعني أنت بتقول حضرتك أنه كل مال ينفق في الخارج من قبل بيت الزكاة هو أصلا مشروط، مشروطة. يعني يجي واحد يقول والله هذه حق أيتام. نعم. يجي واحد يقول هذه والله حق بير، يجي واحد يقول هذه مثلا حق مدرسة، حق مسجد كذا، هذه المشروطة. يعني تنسقون مع الجهات الخيرية الثانية اللي في الكويت بنشاطاتكم؟ الحقيقة في عندنا لقاءات كثيرة، خاصة في أيام الإغاثات مثلا الآن في سوريا وفي اليمن، يصير في ترتيب قوي يعني، ويصير ترتيب حتى مع وزارة الخارجية، يصير لقاءات يعني دائمة متواصلة يعني. وعندنا لجنة الحقيقة شكلت مؤخرا يعني اسمها لجنة الإغاثة الكويتية، هذه اللجنة الحقيقة فيها كل الجمعيات الخيرية حتى الحكومية اللي هي وزارة الأوقاف، الأمان العام للأوقاف، وبيت الزكاة، حتى احنا معاهم في اللجنة. اللي ياخذ زكاة منكم مسموح له ياخذ من زكاة من لجان أخرى؟ احنا في ربط بيننا آلي.
نعم ربط يعني تقريبا يكون 70% او 80% ربط آلي، يبين عندنا اذا هذا ياخذ من هذه اللجنه ولا ياخذ من هذه. واذا اخذ من اللجنتين غلط على حسب حاجتنا، على حسب ترتيبنا معاهم. نعم. يعني احنا لازم نبلغهم، هل هم يدرون ان احنا نعطيه؟ هل هم يدرون ان احنا نعطي هذا الريال مثلا 200 دينار ولا 250؟ يعني يصير في ترتيب. بس يعني هو الهدف بس استمزاج الراي وليس اكثر من ذلك؟ إيه هاي تقريبا إيه. يعني إحنا ما نقدر نمنع الجمعيات الخيرية نقولها لا تعال، لأن هم لهم وجهة نظر ولهم رأي معين في هذه الحالة، وإحنا لنا رأي معين في هذه الحالة. نعم. يعني ممكن واحد يكون أخذ زكاة من أكثر من جهة نظرا لحاجته لها. الحقيقة ما مر علي هذا الشيء. نعم. ما سمعت. يعني المفروض أن الواحد بس يأخذ من جهة واحدة. إذا كان مبرز، إذا كان يستحق من اللجنة بوجهة نظر اللجنة ممكن يأخذ من الجهتين، بس أنا ما مرت علي هذه الحالة. دكتور إبراهيم، عندكم تحديث للمعلومات بمعنى أن واحد يأكم بلا عمل وبعدين عمل التحق بعمل؟ نعم. ويظل يأخذ زكاة لصفة أنه بدون عمل، عندكم تحديث المعلومات؟ تحديث دائم على طول، تحديث دائم، وبالتالي تعرف وضعه. نعم نعم، إحنا كل ثلاثة أشهر نعرض الحالات مرة ثانية، كل ثلاثة أشهر. يعني لما نعطي الواحد ما نعطي دائم، لا، كل ثلاثة أشهر نقطعها وندرس حالته مرة ثانية. شنو إجراءاتكم لما تكتشفون أن واحد كنتوا تعطونه زكاة وتبين أنه ما يلحق؟ ما يلحق الحقيقة. إحنا نعطيه ثلاثة أشهر بعدين ندرس حالته مرة ثانية، فلما ندرس حالته مرة ثانية يبين عندنا أنه يستحق ولا ما يستحق. يعني سؤالي، لو واحد أعطيت له زكاة وتبين أنه ما يستحقها، كيف تسترجعونها منه؟ ما مرت علي ابو بقيس. يعني كل واحد تعطى له يكون مستحق. اي يكون ان شاء الله، يعني لان احنا تحديث البيانات عندنا اول باول. المبالغ التي تفضلت فيها 25 مليون زادت ومجموعها حوالي 45 مليون. نعم. في خطط عندكم لاستثمارها وتنميتها؟ احنا الحقيقه كل ما يعطى لنا نصرفه. عندنا احنا محفظات استثماريه قديمه. نعم. لكن الآن لا، ممكن يجي واحد يعني غني الله يعني منعم عليه يوقف لنا عمارة، يعطينا مثلا وصية ولا كذا، هذا اللي قاعدة تصير عندنا كاستثمار. أما المبالغ اللي احنا نستلمها ما نستثمرها. يعني صرفتوا سنة زكاة ب 45 مليون؟ هي طبعا كل شيء بسنة بسنة. احنا الزكاة اللي عندنا تصرف سنة بسنة، ولا والحقيقة ينقص علينا، يعني ينقص المبلغ. يعني أنا أذكر من سنتين كانت عندنا وديعة قديمة حليناها علشان نغطي المصروفات مالتنا. كم مصروفاتكم بالسنة؟ إحنا بالشهر من 2.5 مليون لـ3. تصرف داخل الكويت؟ داخل الكويت. إحنا عندنا 30,000 عائلة. 30,000 عائلة يعني ما يقارب، لو تضرب ان العائلة 6 اشخاص يعني حول 190,000 واحد داخل الكويت قاعد ياخذ مساعدة من بيت الزكاة. وكلهم مستحقين. وكلهم مستحقين، كلهم مدروسة حالتهم، كلهم لازم يكون مستحق. الحقيقة حتى لو يعني حتى ترى الناس ما تاخذ فلوس، يعني غالبيتها وهي زكاة وهم مستحق. نعم. يعني يتورع منها. نعم. لا يعني اي واحد لو تقول له هذه زكاة يمكن يقول لك لا والله انا ما اخذها. نعم. يعني مهم الزكاة مو كل الناس يقبلها، الا اللي محتاج يحس نفسه انه فقير ومسكين وكذا وان شاء الله. نعم. الزكاة في الكويت من رصد حضرتك زادت قلت نفس مستواها؟ هو الحقيقه احنا الحمد لله زادت السنه عندنا، يعني زادت تقريبا. شو السبب زادت السنه؟ انتشرنا بقوه السنه، انتشرنا بقوه. انا اقول لك الصدق يعني. نعم. ودخلنا المجمعات والاونلاين، ودخلنا مع بيت التمويل الحقيقه مشكور، وضع لنا بشاشته اذا انت بتسحب تطالع بيت الزكاه اذا تبي تصدق ولا كذا وكذا. ودخلنا في المجمعات الاسواق، يعني طورتوا وسائل التواصل مع الناس، وصار عندنا تبي الحقيقه